يا عمي خلاص مشان الله، غزة 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 غزة، موت 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 موت. ودي أسوي لكم فيديو اليوم، كل شوت أحلى من الثاني، مختلف تماما، مرة غير مرة تعوريكم. حلو، سولي هان المشهد أول الغيم عشان الناس دائما ما تزهق، فإذا بينت لكم خضار هسه شفتوا غيم وخضار، بعد شوي أوريكم خضار. لازم في دائما تنويع عشان المشاهد ما يزهق، عشان ما يعتاد المشهد. سؤال، إذا أنت وأنا اعتدنا المشهد، والله سؤال، والله سؤال، هل يعتاد البطن الجوع؟ هل يعتاد الجسم البرد؟ هل يعتاد القلب الخوف؟ طب هل يعتاد الطفل الموت؟ اعتاد الطفل الموت، من دي رجع له حياته عشان يرجع مرة ثانية يعيش؟ ما حدا. المشهد الثالث، الناس يشكي من بلوزتي، يقول محمد غير بلوزه، اعتاد المشهد. اذا كانت الصوره لا تجدد، يعني بس رجلين مقطعات وروس مفجره وابنيه مهدمه، زهقتنا. الموت ما زال هو الموت، ما زال الظالم يظلم، وهو بعد اعتاد المشهد. ليه؟ لانه ما لقى جديد منه، ما لقى جديد. احنا ضعاف، معبر ما احنا قادرين نفتحه. اعتاد الظلم والظالم، اعتاد، واحنا اعتدنا المشهد بعد. كيف بالله؟ قلت لكم كل مرة مشهد جديد، هاي الشمس جت على وجهي سوت حاجة تهبل. السلام عليكم.